السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حاليا جبرتونا غادي نعمل واحد الجولة في مدينة وزن، واحد المدينة اللي هي مزيونة بزاف، وغادي نعمل واحد الجولة في المدينة القديمة. خليكم معنا. انتم وزن فيها التاكسيات صفر حاطيتو انا بلا غير صفر. هنا كاين حي الملاح، وفي هذه المنطقة هذه كانوا عايشين اليهود في واحد الفترة، تقريبا في حالة بحال تطوان. زين، ماشي مبدلة على تطوان بزاف، حتى التاكسيات عندهم تاكسيات صفر. هنا كاينه ساحات الزاوية اللي تمت نسبة إلى مسجد الزاوية، اللي كتعتبر من بين أقدم المساجد اللي كاينين في مدينة وزن. في هذه المنطقة هذه كاين سوق الحائك اللي كيتعدلوا فيه الجلالة التقليديين والجلابة الأصلية الوزانية. Gracias.